في جانب آخر، اختتمت فعاليات البطولة الوطنية الإلحاقية الثالثة لقفز الحواجز بمدينة ينبع الصناعية، واللي استضافتها الهيئة الملكية بمركز الفروسية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية. نشاهد ومن ثم نعود. بحضور عدد كبير من محبي الخيل والفروسية وإقبال شديد من أغالي ينبع وزوارها، استضافت الهيئة الملكية في ينبع البطولة الوطنية الإلحاقية الثالثة لقفز الحواجز لعام 2030 ضمن بطولات الاتحاد السعودي للفروسية. في هذه البطولة تتضمن 6 أشواط، 3 أشواط في اليوم الأول و3 أشواط في اليوم الثاني بمستويات مختلفة. الفرسان المسجلين ما يزيد عن 80 فارس وفارسة بجميع المستويات شاركوا معنا في هذه البطولة. شهدت البطولة تنافس كبير بين المشاركين، حيث بلغ مجموع المسجلين في أشواط البطولة 120 فارسا وفارسة، وحظيت بمنافسات قوية بين الفرسان أظهرت مهارات الفروسية واللياقة البدنية لديهم. إن شاء الله أنا مشاركة اليوم وبكرة في شوط اليوم مبتدين، وبكرة إن شاء الله تحت 16، طبعا إن شاء الله ما ننوي إلا الأول. الحمد لله بطولة أخذت شوط نظيف وجولة نظيفة بزمن سريع، والاستعدادات كانت من النادي، يعني لنا أشهر نستعد للبطولة، كانت تمارين مكثفة والحمد لله ربي وفقنا. ويستهدف الاتحاد السعودي للفروسية بتنظيم العديد من البطولات في مختلف مناطق المملكة لخلق بيئة تنافسية بين المشاركين للوصول إلى البطولات العالمية في رياضة الفروسية بشكل عام. لقناة السعودية سعد السناني.